صباح النور، كيف صباحتو؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اجيو اليوم نصاوبو الكروك مسيو او لا الكروك بالفروماج او بالبيض، كيجي لذيذ ومزيون وسهل. غنحتاجو فهاد الكروك مسيو واحد جوج بيضات ولا ثلاثة على حسب حجم ديال البيض. غادي نطربوهم ونقولو بسم الله. بعد اول حاجة ونبداو نفقصو داك البيضات ديالنا، غادي نزيدو عليهم واحد شويه ديال المليحه ونطربوهم واحد شويه بالفورشيت. عاد غناخدو واحد مقيله كما العاده كنملو فيها واحد مكعب ديال الزبده، نخليوه تيدوب مزيان باش نطيبو فيه الاومليت ديالنا. وطبعا خص تكون المقله ديالنا ما كتلصقش. صافي، حطينا هذوك البيض ديالنا اللي طربنا، غنخليوه يعقد واحد شي شويه، ماشي بزاف، غير واحد شويه يبدا يعقد ياخذ الشكل ديال الاومليت. عاد غادي نجيبو دوك لي توست ديالنا ونفزقوهم من واحد جهه كما كتشوفوا بالبيض، يكون مازال خضر، وعاد نقلبوهم كذلك نفس الشيء في الطوست الثانيه. غادي نفزقوها واحد شويه بداك البيض الخضر ونقلبوها عاوتاني باش تطيب من تحت. غنزيد واحد شويه ديال الفروماج محكوك، سواء الفروماج الاحمر او لا الموتزاريلا اللي حاضر عندكم في الدار. كنزيدوه في الجوانب ديال الاومليت ديالنا. من بعد ما كيدوب الفروماج كما كتشوفوا، غادي نحاولوا نقلبوا هاد لي طوست على الجهه الاخرى اللي كيكونوا لصقوا من واحد الجهه. صافي، باش يطيب لينا شي شويه البيض من داك اللي كان في داك لي طوست ديالنا. وغادي نقلبوا الجوانب كما كتشوفوا على الطوست، الجوانب ديال الاومليت كنقلبوها باش يبقاو باش نحافظوا على داك الشكل المربع ديال الطوست. وغادي نزيدوا الفروماج المربع الخاص ب لي ساندويتش او لا اي نوع د فروماج اللي كيعجبكم، وكنطويوها على جوج كما كتشوفوا في الصوره. وها هو لو كروك ديالنا واجد. كنزيدو نخليوه يتحمر واحد شويه ويدوب داك الفروماج اللي زدناه في الوسط مع الحراره ديال البقله، وغادي نقلبوه كذلك من الجهه الاخرى باش يتحمر مزيان داك البيض اللي كنا درناه في داك الطوست. وها هي الطوستاده ديالنا واجده، ولا الكروك مسيو كما كيقولوا له في المطاعم ولا في المقاهي، واجد بالبيض والفروماج كيجي مزيون. كيمكن لكم طبعا تزيدوا عليه اي اضافات كتعجبكم، سواء لادان تشومي سواء الكونفيتور من الداخل، اي حاجه كتعجبكم كيمكن لكم تزيدوها فيه من الداخل، كيجي مزيون ولذيذ. وكنبدلوا به هكذا في الفطور ديالنا ديال الصباح ولا ديال الوليدات ديالنا. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم، راه كيجي زوين ومبدل ولذيذ. ما تنساوش دعموني بلي لايك وبالتعليقات ديالكم. تهلاو فراسكم والى فيديو قادم باذن الله.